الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة سورة الحجر، لعل الله عز وجل أن يفيض علينا من خيره وبركته فيفهمنا شيئاً مما اشتملت عليه هذه السورة من المعاني والأحكام. فليتفضل القارئ بارك الله فيه وأسعد بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عدداً من العلامات العظيمة الكبرى التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى، فتجعل النفوس تنقاد لأمره وتستجيب لشرعه وتطيع أنبياءه. فأول ذلك ما ذكره الله جل وعلا في السماء من البروج العظيمة، والبروج هي المنازل، فقال ولقد جعلنا أي وضعنا في السماء أي في جهة العلو بروجا أي أعلاما ومنازل. يقال للشيء الظاهر برج، ومن هنا يقال تبرج المرأة لأنها تظهر زينتها. ثم قال وزيناها للناظرين أي جعلنا السماء بديعة المنظر جميلة المشاهدة لكل من شاهدها وتأمل فيها. وهكذا من نظر إلى السماء في ليله أو حتى في نهاره وجد من زينة السماء ما تندهش له النفوس. ثم قال وحفظناها من كل شيطان رجيم أي أن الله عز وجل لم يمكن الشياطين من الوصول إلى السماء للاستماع لما يقال في السماء، فقال وحفظناها من كل شيطان رجيم. سميت الشياطين بهذا الاسم لبعدها عن الخير والهدى، ويقال شطن بمعنى ابتعد، ورجيم بمعنى أنه مبعد، فهو بعيد عن الخير والهدى مبعد عنه. فكيف اجتمع الدافع الداخلي للبعد عن الخير والأمر الخارجي؟ ثم قال إلا من استرق السمع، يعني أن هناك بعض الشياطين قد يخطفون ويحاولون أن يصلوا إلى السماء من أجل أن يسمعوا ما يقال في السماء من أوامر إلهية تبلغها الملائكة بعضها لبعضها الآخر. فمن وصل إلى هذه الدرجة من الشياطين فإن الله عز وجل يهلكه بأن يرسل عليه الشهاب المبين. والأصل في الشهاب شعلة النار، ومبين يعني أنها واضحة، وذلك أن الله عز وجل يرسل هذه النيران على من استرق السمع من الشياطين، فيشاهدها الناس في السماء فيظنون أنها نوع من أنواع زينة السماء.
ولما ذكر الله جل وعلا الآيات الكونية العظيمة الدالة على عظمته جل وعلا ذكر شيئا من ذلك في الأرض، فقال سبحانه: والأرض مددناها، أي هذه الأرض التي تحت أقدامكم قد سخرها الله لكم بأن جعلها ممدودة تتمكنون من السير عليها ومن الانتقال فيها. ومع أنها كروية الشكل إلا أنه جل وعلا قد جعلها عظيمة من أجل أن يتمكن الناس من الانتقال فيها، فقال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي جعلنا فيها جبالا عظيمة ترسو بها هذه الأرض من الاختباط في مشيها وسيرها أو عدم الانضباط فيها. وعلامة أخرى في هذه الأرض ألا وهي إنبات النبات فيها، فانظر كيف مد الله الأرض، وانظر كيف جعل فيها الجبال العظيمة التي ترسو بها الأرض، وانظر كيف جعل فيها من أنواع النبات. فقال: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي جعلنا النباتات والأشجار تنمو فيها بقدر مقدر من عند الله عز وجل، وانظر كيف يصطلح الناس على حساب حبوبها وثمارها بأوزان معلومة كيلا ووزنا. وقد أدخل بعض المفسرين في معنى هذه الآية ما جعل في الأرض من عروق المعادن بأنواعها كالذهب والفضة وغيرها، ثم قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي قدر الله عز وجل للناس معيشتهم في هذه الدنيا، وجعل لهم أشياء تمدهم بالحياة بإذن الله جل وعلا. فكان ما في هذه الحياة من أنواع النعم التي أنعم الله بها على الناس ما يكون سبباً لعيشهم وحياتهم، ولذا قال: وجعلنا لكم فيها معايش. ومما يدخل في المعايش أنواع المهن والأعمال التي يؤديها الناس فتستجلب لهم بإذن الله عز وجل ما يحتاجون إليه في دنياهم. وهكذا جعل الله عز وجل في الكون كائنات لا يرزقها الناس، وإنما يسخر الله جل وعلا لها أرزاقها من أنواع الحيوانات والأسماك والحشرات، مما هو من أعظم الآيات عجبا. ثم قال: وإن من شيء، أي لا يوجد شيء من المقادير والأرزاق إلا عندنا خزائنه، فالله جل وعلا يملك الأرزاق بقدرته سبحانه وتعالى وينزلها على العباد لحكم يراها جل وعلا، ولذا قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومما يدخل في هذه الآية الأمطار التي ينزلها الله جل وعلا وتكون سبباً لمعايشهم، فهي تنبت أنواع النبات الذي ترعاه البهائم، وهو الذي يخزنه في الأرض، وبالتالي يستطيع الناس إخراجه ليسقوا أنفسهم وبهائمهم ويزرعوا به أنواع الحبوب والثمار. ثم قال: وما ننزله، أي أن إنزال الله تعالى للأمطار والأرزاق بمقادير معلومة
وفي أوقات محددة لحكم يراها جل وعلا. ثم فكأنه أولا ذكر السماء وما يتعلق بها، ثم ذكر الأرض وما فيها، ثم ذكر شيئا يكون علاقة بين السماء والأرض، ألا وهو ذلكم النبات الذي يكون بمطر من السماء وينبت على الأرض. وذكر آية أخرى أيضا لها صلة بهذين الأمرين، ألا وهي الرياح، فقال وأرسلنا الرياح لواقح. الرياح أنواع الهبوب والهواء الذي يرسله الله جل وعلا لحكم يراها، فهي تسوق السحاب ومنها تلقيح السحاب، وذلك أن السحاب يحتاج إلى شحنات متعددة مختلفة، إذا اجتمعت كانت سببا من أسباب نزول الأمطار، فيسوقها الله جل وعلا لتكون سببا من أسباب تلقيح السحاب بعضه ببعض، فيكون هذا من أسباب نزول الأمطار. وقد ذكر أهل الهيئة بأن نزول الأمطار يكون بتكون جزيئات من أنواع من أنواع الهواء من الأكسجين والهيدروجين، يجمعها ما يسوقه الله جل وعلا من الرياح، فتجتمع على هيئة معينة، فيكون هذا من أسباب نزول الأمطار. ولذا قال فأنزلنا من السماء ماء، أي جعل المياه الأمطار تنزل من العلو، فيكون هذا من أسباب شرب الناس وسقياهم وسقيا دوابهم، وكذلك من أسباب ملء الآبار والمياه الجوفية التي يتمكن الناس من إخراجها، من إخراج الماء منها في الآبار ونحوها. ومن معاني قوله وأرسلنا الرياح لواقح أن الله جل وعلا يرسل الرياح فتلقح النباتات بعضها من بعضها الآخر، فإن كثيرا من أنواع النبات فيها ما هو ذكر وأنثى من مثل ابن آدم، وبالتالي يلقح فحلها بقية أنواع ثمارها، وذلك بإرسال هذه الريح. ثم بين جل وعلا آية تتعلق بهذا الإنسان، ألا وهي موت الناس بعد حياتهم، فبعد أن كنت حيا تتحرك وتمضي وتسعى يقلب الله حياتك فتنقلب إلى حال الموت، فتصبح لا تؤدي أي حركة. ولذا قال وإنا لنحن نحيي ونميت. ومن معانيها أيضا أن الله جل وعلا يحيي الحيوانات والنباتات وما تجري عليه الحياة من أنواع المخلوقات، ومما يدل على قدرة رب العزة والجلال، وهذه الكائنات بين السماء والأرض. ثم قال ونحن الوارثون، أي أن الله يذكر الناس بأنه جل وعلا هو الذي تؤول إليه أملاك الناس وهذه الأراضين والسماوات، فهو الذي تعود إليه ملكية هذه الأشياء. ثم قال تعالى مذكرا الناس بورود الموت عليهم، فقال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أي أن الله عز وجل يعلم من تتقدم وفاته فيموت وهو في ريعان شبابه، ويعلم سبحانه
من تتأخر وفاته فلا يموت إلا بعد الهرم وكبر السن. وفي هذا تذكير للإنسان بالموت الذي سيرده فيستعد لما بعده. ثم قال: وإن ربك هو يحشرهم، أي يجمعهم، أي يجمع الناس جميعا في يوم الحشر من أجل الحساب والجزاء. ثم ذكر أنه حكيم عليم، فله الحكم بحيث إذا حكم في أمر فلا بد أن يقع حكمه، وله الحكمة الباهرة فلا يقدر شيئا إلا لمعنى واضح ظاهر، وهو العليم الذي يعلم جميع ما في هذه ما في هذا الكون، فلا يخفى عليه شيء من واردات الكون أو صادراته. ثم قال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. كما ذكر في أول الآيات بخلق الكون، ذكر بعد ذلك بخلق الإنسان وأول الحوادث التي وقعت عند خلق الإنسان، من أجل أن يكون ذلك سبباً من أسباب هداية الخلق وابتعادهم عن اتباع الشياطين. فإنه في أول الآيات قال: وحفظناها، يعني السماء، من كل شيطان رجيم، ليبين أن الشياطين ضعيفة وأنها مبعدة عن الخير، وأن من أبعدها عن نفسه لم يكن لها سلطان عليه. ثم ذكر كذلك بقصة أبينا آدم مع أبي الشياطين إبليس، فقال: ولقد خلقنا الإنسان، يعني آدم عليه السلام، من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال هو نوع من أنواع الفخار، متى ضرب باليد كان له صوت، فقيل له صلصال من حمأ مسنون. الحمأ الطين المحمى الذي قد تغير لونه من طول مكثه. فيذكر هذا الإنسان بأصله من أجل أن يستشعر أن الله هو الذي خلقه، ومن خلقه يجب عليه أن يكون قائماً بأمره طائعاً له جل وعلا. ويذكر بقصة خلق أبينا، ثم قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قيل بأن الجان هنا يراد بها إبليس، وقيل بأن المراد بها جنس الجن، والأول أشهر عند المفسرين. ولذا قال خلقناه، أي أوجدناه ابتداء بعد عدمه من قبل، أي قبل وجود آدم. فإبليس والجن وجدت قبل الإنس. ثم قال: من نار السموم، والسموم الريح أو الهواء الحار. ثم قال: وإذ قال ربك، أي أذكر تلك الواقعة العظيمة التي وقعت أول خلق آدم عليه السلام، فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته، أي أكملت خلقه ونفخت فيه من روحي، أي جعلت الريح تصير إليه بحيث يكون فيه روح يحيا بها. وقوله من روحي، الروح هنا نسبت إلى الله، لأن الله هو الذي خلقها وقدرها، وليست صفة من صفات الله جل وعلا. فإنما يضاف إلى الله على نوعين: النوع الأول
معاني، فهذه المعاني إذا أضيفت لله كانت صفة من صفاته. والنوع الثاني مما يضاف إلى الله الأعيان، فهذه إذا أضيفت إلى الله كانت إضافتها إضافة تشريف وليست صفة من صفاته جل وعلا. ولذا نقول بيت الله، فبيت الله هذا من الأعيان، فلا يعني أنه صفة من صفاته. ولذا يقال سماوات الله وأرض الله وخلق الله. وأما إذا أضيفت المعاني إلى الله فإنها تكون صفة من صفاته. فقال فقعوا له ساجدين، أي إذا سوى الله آدم ونفخت فيه الروح فإن الملائكة مأمورون بأن يقعوا له ساجدين. يقعوا بمعنى يخروا من علو وقيام إلى حال السجود، وهذا السجود سجود تحية وتقدير وليس سجود عبادة، فهم يطيعون الله جل وعلا بذلك. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي أن الملائكة وهم مخلوقون من نور امتثلوا لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام، فكان هذا من طاعة الملائكة لربهم ولم يتخلف منهم أحد. ثم قال جل وعلا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فإبليس تخلف عن تنفيذ هذا الأمر، وإبليس من الجن، ولذا قال في موطن آخر إلا إبليس كان من الجن كما في سورة الكهف. فإن قال قائل الأمر متوجه إلى الملائكة فكيف يعد إبليس عاصيا وهو لم يكن من الملائكة؟ فالجواب عن هذا بأن يقال بأن إبليس كان معهم، وقد توجه الأمر إليهم بالسجود فقيل اسجدوا فلم يمتثل، مع أنه قد توجه الأمر للمجموع بما فيهم إبليس. وقوله إلا إبليس أي رفض ولم يمتثل الأمر فأبى أن يكون مع الساجدين، فتوجه الخطاب إليه من الله جل وعلا على جهة العتاب من طريق، وعلى جهة التقريع واللوم والبحث عن العذر الذي يتعذر به من أجل قطع عذره. فقال الله تعالى يا إبليس ما لك، أي ما السبب الذي جعلك لا تمتثل الأمر، ما لك ألا تكون مع الساجدين، مع أن الأمر قد توجه إليك وشملك هذا الأمر. فقال إبليس لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أي أنه تكبر ورأى أن نفسه أكبر وأعظم من آدم، ولذا عصى الله جل وعلا وأبى أن يسجد مع الملائكة، فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أي من فخار يصوت عند ضربه قد أخذ من طين متغير. فقال الله عز وجل على جهة الجزاء له فاخرج منها، أي أن الله قدر عليه أن يخرج من الجنة وألا يكون من أهلها، فإنه في أول أمره كان صاحب عبادة،
فرقي فجعل مع الملائكة في الجنان، فلما عصى الله وما كان له أن يعصي أخرجه الله جل وعلا من الجنة، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، أي مبعد عن الخير والهدى وعن الجنان، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي ستستمر عليك لعنة الله بإبعادك من رحمته إلى يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. فما كان من إبليس إلا أن تمادى في عناده وطلب من الله عز وجل أن يبقى مدة ليغوي الناس، ولم يكن طلبه ليتوب أو ليعود للحق أو ليغفر الله منه ما مضى، وما ذاك إلا لحكم يراها رب العزة والجلال، لينظر من الذي يطيع أمره ويمتثل ما جاء عن ربه ممن يعصي ربه جل وعلا. فقال إبليس: قال ربي، لا زال يعترف بأن الله هو الذي يربيه ويتولى شؤونه، ولذا دعا بهذه الدعوة، فقال: ربي فأنظرني، أي أخرني وأبقني ولا تقدر علي موتا ووفاة إلى يوم يبعثون، أي إلى اليوم الذي يبعثون فيه فيكون بعثهم وجزاؤهم. وقد أجاب الله دعوته فقال جل وعلا: فإنك من المنظرين، أي ستبقى وستؤخر وستجعل باقيا على الأرض إلى قيام الساعة، إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا نفخ في الصور وقدر الله الوفاة والموت على من على الأرض يموت معهم هذا العدو، فقال إبليس: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، أي أنه خاطب ربه جل وعلا على جهة العناد له وعلى جهة معارضة أمره وشرعه، فقال: ربي بما أغويتني، أي قيل بأن الباء هنا للقسم، كأنه أقسم بذلك، وقيل بأن باء للسببية، كأنه قال: بسبب إغوائك لي لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهكذا شأن أهل المعاصي، ينسبون شرهم ومعاصيهم إلى غيرهم، وأعظم ذلك أن ينسبوا ما عندهم من الشرك والمعصية لله جل وعلا، كما قال إبليس: بما أغويتني. ولذا فكل من احتج بالقدر على مخالفة الشرع فقد اتبع إبليس في ذلك، فالاحتجاج بالقدر على ترك الشرع إنما هي طريقة عدونا الشيطان الرجيم. ثم قال: لأزينن لهم في الأرض، أي سأحسن لهم المعاصي والذنوب والشرك، ولأغوينهم أجمعين، أي أبعدهم عن الهداية إلى ضدها. والغاوي من عرف الحق فتركه، بينما الضال لم يعرف الحق ولم ينقد له، ولذا قال: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. علم آدم أنه علم إبليس علم إبليس بأن بعض بني آدم سيبقون على الحق والهدى، ولذا استثناهم فقال:
إلا عبادك منهم المخلصين، فهؤلاء لا يستطيع عدونا الشيطان الرجيم إغواءهم وإبعادهم عن الحق. فقال إلا عبادك، أي من قام بعبوديتك منهم المخلصين، أي الذين منهم يعود إلى، إلا عبادك منهم يعني من بني آدم المخلصين، صفة للعباد. وقيل إلا عبادك منهم المخلصين، قيل بأن المخلصين جزء من العباد، والإخلاص هو نية العبد إرضاء ربه بفعله وتحصيل أجره. إذن الإخلاص يكون بنيتين، أن يقصد العبد بعمله أن يرضي ربه وأن يحصل على أجر أخروي على عمله. فقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، أي هذا طريق واضح المعالم لا اعوجاج فيه ولا ميل. إن عبادي، أي من يقوم بعبوديتي، ليس لك عليهم سلطان، أي لن تتمكن من إغوائهم ولن تتسلط عليهم إلا من اتبعك من الغاوين. فمن سار على طريقتك فتكبر عن الطاعة فهذا سنجعل لك سلطانا عليهم، لكن سيكون مآلهم إلى نار جهنم المحرقة العظيمة، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي لموعد ومكان لأولئك الذين يستجيبون لك بترك التوحيد إلى الشرك. ومن صفة هذه النار أنها دركات، بعضها فوق بعضها الآخر، لها سبعة أبواب، كل باب منها فوق الباب الآخر، يدخل من كل باب منها جزء مقسوم، أي مقدر، يقدر الله جل وعلا عليهم أن يكونوا من أهل الضلالة بأسباب تعود إليهم. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام متعددة وفوائد كثيرة. فمن فوائد هذه الآيات وأحكامها جواز الانتفاع بالنجوم فيما يكون قد جعله الشرع لها، ومن ذلك أن تجعل زينة للناظرين. وفي هذه الآيات حث الناس على النظر في بدائع الله في الكون، ليكون ذلك من أسباب تعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات دلالة على أن الغيب لله وحده، وأنه لا يتمكن أحد من الناس أن يطلع على المغيبات. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يدعيه الكهنة والعرافون ونحوهم من معرفة الوقائع الآتية ادعاءات كاذبة يجب تكذيبهم فيها. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد بأن جعل لهم الأرض ممدودة يتمكنون من السير والأسفار والانتقال فيها، ومن مقتضى مدها أن تكون كروية الشكل، فإنها لو لم تكن كذلك لكان لها حد ونهاية تنتهي إليه، فلا تكون حينئذ ممدودة. فكان من مدلول هذه الآية كروية الأرض. وفي هذه الآيات جواز الانتفاع بالجبال، الصعود عليها واستخدامها فيما يعود على الناس بالنفع. وفي هذه الآيات
جواز الزراعة واحترافها وامتهانها، وجواز استعمال ما ينبت في الأرض من أنواع النبات. وفي هذه الآيات أن الأصل في نبات البرية في الأرض غير المملوكة أن يكون مباحاً لكل من أخذه وحازه. وفي هذه الآيات أن الأصل في المهن والأعمال الجواز والحل، ولا يقال بمنع شيء منها إلا بناء على دليل من أدلة الشرع. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد جعل في الكون أنواعا من المخلوقات يرزقها جل وعلا بفضل منه وإحسان. وفي هذه الآيات طهارة مياه الأمطار وحل الاستمتاع والانتفاع بها. وفي هذه الآيات جواز الشرب من مياه الأمطار وجواز خزنها في الآبار أو في الخزانات بأنواعها للانتفاع بذلك الماء. وفي هذه الآيات أن الحياة والموت يرجع أمرهما إلى الله جل وعلا، فهو الذي يقدر على من شاء موتا أو حياتا. وفي هذه الآيات أن ما على الأرض في يوم قبل يوم القيامة يزيلهم الله ليرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذه الآيات أن وقت الوفاة معلوم عند الله جل وعلا، وأنه لا يستطيع أحد أن يؤخر وفاته أو أن يقدمها. فإن قال قائل بأنه قد ورد في النصوص أن بعض الأعمال تكون سبباً من أسباب زيادة العمر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. فنقول حينئذ بأن الله جل وعلا يقدر الأسباب ويقدر نتائجها، فلا يصل إلى العبد إلا من كإلا ما قدره الله جل وعلا له. كما أن الله عز وجل يقدر أن فلانا يتزوج فيأتيه أولاد، فلا يقال بأن الولد خارج عن قدر الله جل وعلا. وهكذا فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بزيادة العمر، من مثل التداوي أو من مثل اختيار الغذاء الحسن أو نحو ذلك. وفي هذه الآيات من الفوائد أن جميع العباد يحشرون في موطن واحد في يوم المعاد. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأن أبا البشرية آدم عليه السلام قد خلق من الطين، من صلصال فخار يصوت، وضع من حمأ مسنون، أي طين متغير. وفي هذه الآيات بيان أن إبليس والجن قد خلقت من نار السموم. وفي هذه الآيات فضل ابن آدم، فضل آدم عليه السلام مما يفضل به بنوه، بأن الله جل وعلا قد خلقه بيده، ولذا خصه بقوله: إني خالق بشرا، وبقوله: فإذا سويته. وفي هذه الآيات أن ابن آدم إنما يكون حيا بعد نفخ الروح فيه. وفي هذه الآيات أن ما يضاف إلى الله من الأعيان لا يكون صفة من صفاته، بل يكون من مخلوقاته. وفي هذه الآيات
التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة، فسجود العبادة لا يكون إلا لله جل وعلا وحده، ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه، فصرف سجود العبادة لغير الله نوع من أنواع الشرك. والنوع الثاني من أنواع السجود سجود التحية، كما سجد إخوة يوسف له، وكما أمر الله الملائكة بأن تسجد لآدم. فهذا السجود إنما هو طاعة لله لا على وجه الذل والعبودية لغيره. والسجود في شريعتنا قد ورد نسخه، فلم يعد السجود للآخرين على جهة التحية جائزاً في هذه الملة. ولذا لما سجد من سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بأنه قد وجد الروم يسجدون لعظمائهم نهاه عن ذلك، وقال له: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فدل هذا على أن السجود للآخرين على جهة التحية ممنوع منه في شرعنا. ومثل هذا الركوع الذي يثني الإنسان به جذعه ويخفض رقبته ورأسه إلى جهة من يقابله. وفي هذه الآيات التحذير من الكبر، والكبر بأن يرى الشخص أنه أعلى درجة من غيره، بما يجعله يحتقر الآخرين ولا يؤدي واجب الله تجاههم. وفي هذه الآيات التحذير من طاعة إبليس والانقياد له، فإنه يورد العبد المهالك. وفي هذه الآيات أن من خالف ينبغي ألا يعاقب حتى يعرف ما لديه من الأعذار، وحتى يقرع على مخالفته. ولذا قال الله تعالى لإبليس: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. وفي هذه الآيات أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم، ولذا قال: فسجد الملائكة. فالملائكة جمع تكسير معرف بأل الاستغراقية، فأفاد العموم لقوله بعدها: كلهم أجمعون. وفي هذه الآيات من الفوائد أن العقوبات التي تكون على مخالفة الأمر الإلهي قد تكون عقوبات دنيوية، ولذا عاقب الله إبليس لما لم يمتثل لأمره بأن أخرجه من الجنة. وفي هذه الآيات أن الأمر الموجه لجماعة المجتمعين يشمل كل من حضر معهم ولو لم يكن منهم. وقد استدل بعضهم بالآيات على جواز الاستثناء من غير الجنس، فلو قلت لفلان علي 100 ريال إلا ثوبا، فالثوب ليس من جنس 100 ريال، فهل يصح هذا الاستثناء؟ قال الجماهير: لا يصح هذا الاستثناء، لأنه من غير الجنس، وبالتالي تجب 100 كاملة. وقال آخرون بتصحيح الاستثناء: من غير الجنس، وبالتالي لم يوجب في هذا المثال إلا 100 يخصم منها قيمة الثوب بعد تقييمه. وقالوا بأن الآية فيها استثناء إبليس من الملائكة، مع أنه ليس منهم ولا من جنسهم. وأجيب عن هذا
بأن الأمر قد توجه لمن حضر وكان من الحاضرين، فالاستثناء ممن توجه لهم الأمر وكان إبليس منهم. وفي هذه الآيات التحذير من أن تلحق الإنسان اللعنة بسبب مخالفته لشرع الله وبعده عن تنفيذ أمره. وفي هذه الآيات أن استجابة دعاء الإنسان لا تعني حصول الخير له، فكم من شخص دعا الله بما فيه مضرة له فاستجيب له فلحقه الضرر بذلك. ولذا لما دعا إبليس بإنظاره إلى يوم القيامة استجيب له ليزداد إثمه بكثرة من يغويه. وفي هذه الآيات أن استجابة دعاء إنسان لا تعني أنه من أولياء الله بحيث يعظم أو يقدس، بل قد يستجيب الله دعاء أعدائه لحكم يراها. وقد يمتنع عن الاستجابة لدعاء أهل الخير والصلاح لحكم يراها سبحانه وتعالى. ولذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بأن يهدي عمه أبا طالب لم يستجب الله له، ونزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبالتالي فإذا لم يستجب لك فلا تظن أن ذلك لنقصان درجتك عند الله جل وعلا، بل قد يكون عدم استجابة الله لدعائك لمصلحتك ولما يعود عليك من الخير بسبب ذلك. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بقدر الله، فبعض الناس إذا قلت له لم عصيت قال هكذا قدر الله علي، وقدر الله قد مضى علي بذلك. فهذا الاحتجاج لا يفيد صاحبه شيئا ولا ينقذه من الله سبحانه وتعالى. ولذا قال العلماء عن هذا الاحتجاج بأنه الحجة الإبليسية، لأن أول من احتج بالقدر على الذنوب والمعائب والمعاصي هو إبليس. والناظر في حياة الناس يجد أنهم لا يقنعون بالاحتجاج بالقدر، فلو ضربك واحد على وجهك ضربا شديدا فقال هذا أمر قدره الله لم تقبل منه ذلك ولم يكن عذرا لفعله. وهكذا لو أخذ شخص من مالك بدون علمك وبدون إذنك فإنه لا يصح له أن يحتج على ذلك بالقدر. ولذا لما سرق سارق في عهد عمر فأتي به فقال له لم سرقت؟ قال سرقت بقدر الله جل وعلا. فقال عمر ونحن نقطعك بقدر الله تعالى. ومن فوائد هذه الآيات أن المنكرات والمعاصي تزين للناس وتجمل في أعينهم ليقدموا عليها، وتكون عاقبتهم عاقبة السوء بسبب هذه المعاصي التي أقدموا عليها. فلا يغترن امرؤ بتزيين عدوه الشيطان له بعض الأعمال. وفي هذه الآيات أن العبادات يجر بعضها بعضا وتكون سببا من أسباب وقاية الإنسان من عدوه الشيطان الرجيم. ولذا
قال إبليس إلا عبادك، فأهل العبادة لا يستطيع الشيطان أن يغويهم، خصوصا إذا كانت عبادتهم على جهة الإخلاص. وحينئذ على الإنسان أن يخلص في عبادته، فينوي بعباداته أن يرضي الله وأن يحصل على أجل الآخرة. ولا يكن من شأنك أن تقصد بعبادتك أمراً دنيوياً. ولذا كان من يقدم على العبادات على أربعة أنواع: النوع الأول من يعبد الله لينيله الآخرة، فهذا مأجور موحد. والثاني من يعبد الله لينيله الدنيا، فهذا ليس له إلا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. والثالث من يفعل العبادة لغير الله لا على وجه العبادة له، فهذا رياء وسمعة. والنوع الرابع من يفعل العبادة على جهة عبودية غير الله بها، فهذا شرك يحبط جميع الأعمال، فالرياء يحبط العمل الذي دخل به فيه، والشرك يحبط جميع عمل الإنسان، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ونضرب لذلك مثالا: يرفع الناس أيديهم بالدعوات، فيكون أحدهم قد قصد أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة بهذه الدعوات، فيكون مأجورا مثابا. والثاني دعا الله من أجل أن ينيله أمرا دنيويا، قال: اللهم ارزقني المال الوفير وزوجني الزوجة الجميلة. الأول دعا بهذه الدعوات لأنه يريد أن يرضي الله، والثاني إنما دعا هذه الدعوات ليحصل عليها في الدنيا فقط من الله تعالى، فمن ثم لا يكون له أجر ولا ثواب. والثالث دعا من أجل أن يشاهده الآخرون، ومن أجل أن تصور له الصورة، فتعرض صورته وقد رفعت يداه، فهذا رياء. والرابع دعا غير الله فكان مشركا بذلك، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن طريق الحق واضح، ولذا قال: هذا صراط علي مستقيم. ومن فوائد هذه الآيات أن العبد بمقدار عبوديته لله تعالى يعجز الشيطان عنه، وكلما ازدادت عبادتك عجز عنك عدوك الشيطان الرجيم. ولذا قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي هذه الآيات التحذير من نار جهنم، وبيان أن سبب دخولها هو طاعة إبليس، أعاذكم الله من طاعته وسلمكم الله من شروره. وفي هذه الآيات أن نار جهنم ليست على رتبة واحدة، بل لها
مراتب متعددة، مما يعني تفاوت درجة العذاب لمن يدخل في نار جهنم. وفي هذا دلالة لقول أهل السنة والجماعة بأن الكفر على مراتب، وأنه ليس مرتبة واحدة، بل الناس متفاوتون في ذلك. فإن بعض المخالفين قالوا الكفر رتبة واحدة لا يزداد الناس فيه، وهذا مخالف للنصوص الشرعية الكثيرة الواردة في هذا الباب. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: إنما النسيء زيادة في الكفر الآيات. بارك الله فيكم وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، وجعلكم الله من عباده المخلصين، كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذه الوجوه في جنان الخلد وأن يعيدها من نار جهنم. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن ينشر بينهم العلم النافع، وأن يوفقهم للعبادة الخالصة، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لأمواتنا وأمواتكم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يرفع درجاتهم في جنان الخلد، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ذرارينا وأبنائنا وبناتنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.